السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم شات. مبروك علينا ومبروك عليكم مبروك على كاع المغاربه تاهل لكاس العالم قطر 2022. ما غندويوش على لي طاي بوكو علاش هذا كنتمنوا الافضل كنتمنوا الافضل باسكو غير التاهل لكوب دي موند ما خصوش يبقى عندنا ديك اللعبه تاع واحد كلشي كاين فلوس جمهور تيرانات لعابة كيجيو من الاوروب فورماسيون اوروب يعني هادشي خاصهم يبقاش عندنا ديك واو صلا رغم انهم ملي كتشوف دابا الطاليان ما دازت شي فراقي ما كيدوزش كتقول اوكي باقا الكوب دي موند هذا الوزن ولكن ماشي هادشي اش غنهضروا اليوم غادي نهضروا على القرعه اللي غادا دار غدا والقرعه اللي مني مع كدار القرعه ديال كاس العالم كيبان لك المغاربه كاملين شادين راسهم بحال هكا ندي في الخارج كتسمع مجموعات الموت الو غندير هاد الفيديو هادي باش نجسو النبض ديال المغاربه ونشوفوا القضيه كي دايره مع المغاربه الناس اللي عندي فلاشي والناس اللي غتوصل لهاد الفيديو هذا باش نجسو النبض ونشوفوا الناس فين باغيين يطيحوا شنو هي المجموعه اللي كيتمناو شنو هي المجموعه اللي خايفين منها والمجموعه اللي كيتمناو هاد اللعبه غنلعبوها جميع دابا اش غنديروا غادي نافيشي لكم الجروبات كاملين القبعه الاولى القبعه الثانيه القبعه الثالثه والقبعه الرابعه في التصويره وغادي ديروا بوز غادي دير بوز داكور باش نلعبوا كاملين خاص كلشي حتى ندخل نقرا الكومونتيرات ديالكم غدير بوز غتشوفهم الا باقي ما عندك حتى شي فكره على اش من جروب باغي ولا ما باغيش غدير بوز غتشوفها وكتب لنا في الكومونتير كتب لنا هذه اللي ما باغيش نطيح فيها ولا هذه اخطر مجموعه اللي نقدر نطيحوا فيها وهذه اسهل مجموعه باش نشوف لي كومونتير ديالكم باش من هنا للاخر ديال الفيديو نشوف نقارن بيني وبينكم بيان سير ابخي الا كان عندكم شي راي على داكشي اللي عزلت انا ولا شي مقارنه تقدروا تزيدوا في كومونتير اخر سو دابا نخلي لكم كاع الناس اللي تاهلوا كاع الناس اللي تاهلوا لقطر حطوا لكم دابا دير بوز من شويه الصوره هذه دير بوز خليها محبوسه شويه باش تعزل ودير كومونتير لنبدا جميعا الو غادي نبداو غنبداو بالقبعه الاولى القبعه الاولى انا ديجا عندي كاتب واحد لا ليست ديال داكشي اللي كنتمنى انا ديجا فكرت في واحد داكشي اللي باين لي انا سو انا غنديرو بحال هكا غادي نشوف ونقول لكم الراي ديالي غنبداو بديك القرعه الاسوء مجموعه نقدر نطرحها داكور غنبداو بالخايبه تنجمعوا واحد اربعه الفراقي في اخيب وحده ونعاودو ندوزو من بعد نديرو احسن قرعه تقد تجينا ولا اسهل قرعه تقد تجينا القبعه الاولى عندنا فيها زعما في هذا الشيء اللي كتشوف القبعه الاولى فرقه واحده اللي لوجيكمون كتبان لك سهله الا ما كانش هذه كوب دي موند قطر غتعزلها غتقول ارى لي هذه قطر قطر ما كراش نطيح مع قطر ولكن حنا عارفين بانه ملي كتلعب عند شي واحد كوب دي موند اكثر القطريين دابا بينا خد كتظن الا طحتي مع قطر قطر ما غدوش قطر ديزا قطر سو انا بالنسبه ليا قطر من اسوء تويشيات اللي نقدروا نطيحوا معاهم رغم ان هي فهمتي سوغ بابي قطر ولكن قطر داروا تجنيس ديال بزاف ديال البشر ا ايفيتي قطر هما اللي منظمين مي ما عليناش انا شنو اللي كيبان ليا جوج ديال الفرق اللي كنتمنى نتفاداهم جوج ديال الفرق اللي كنتمنى نتفاداهم عندك البرازيل والارجنتين انا بالنسبه ليا هاد الجوج هادو ما باغيش نطيح معاهم من هاد التويشيه هادي غتقولوا ليا كاين لا بلجيك كاين الاسبان كاين شي اوروبا ليها الحل حنا والاوروبا والاوروبيين واللعابه ديالنا كيلعبوا في اوروبا ليهم الحل ماشي مشكل كنطيحوا مع لارجنتين البرازيل داكشي كنتلفوها هادوك الناس انا بالنسبه ليا من القبعه الاولى البرازيل ولا لارجنتين هاد الجوج هادو الا طاحت شي وحده واكثريه البرازيل سو جو بونس غادي نخلي البرازيل البرازيل بالنسبه ليا هو اسوء خيار نطيحوا فيه اسوء فرقه تجي عندنا في القبعه الاولى هي البرازيل اراك القبعه الثانيه شويه قل من الحده ديال القبعه الاولى سي نورمال باسكو غادي كنقص الصعوبيه ديال الفراقي سو القبعه الثانيه ولكن رغم ديك هادشي ملي كتشوف الالمان في القبعه الثانيه وقطر في القبعه الاولى ما تشيريش فراسك تشيري فراسك دغيا ما ايناش القبعه الثانيه عندك واحد جوج فرق اللي ما باغيش نتلاقى بهم حتى انايا بيان سور كنقول لكم هادشي على حسب شنو كيبان لي انا باسكو كلشي صعيب في كوب دي موند كلشي كيصعب راه كنا حاقرين ايران كنقولوا ايران غنضربوها باش نطبق خصنا مع ايران وتعلمنا مع الصبليون صوره كلشي كيتبدل مي على ما كيبان لي انا في القبعه الثانيه عندك ما باغيش الالمان عند الالمان راه الالمان اسوء اختيار غيطيح لنا وهولندا الالمان وهولندا
اختيار سيء، اختيار غادي يكون الا طاحوا عندنا هاد جوج اللي جاوا الفرقه ديالنا وغادي نعانيو غنعانيو. المانيا وهولندا بالنسبه ليا الا كنت غنختار ما بين هاد جوج ما بين الالمان وهولندا جوبونس الالمان. واو 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 ني جروب فيه برازيل الالمان علاش غتلعب علاش غت الا جات عندك فرقه فيها البرازيل والالمان صافي. سو القبعه الثانيه غندير الالمان عندك برازيل المان اوف يا ربي السلامه. القبعه الرابعه سيدي اللي لوجيكمون لوجيكمون خاصهم يكونوا هما اضعف الفراقي لوجيكمون اضعف الفراقي خاص يكونوا في القبعه الرابعه ياك يعني خاصهم يكونوا قل منا. والقضيه حامضه تهنا تهنا القضيه الحامضه الكوب دي مون اخ لا الله وصافي. ما شنو اللي كيبان ليا اخيب حاجه تقطع لنا هنايا في القبعه الرابعه عندك ديجا واحد المفاجاه اللي بنادم اللي ما يقدرش يتصورها كاينه كندا. كندا سيدي كندا راه تكلاصات هي الاولى في الكاليفيكاسيون ديالها فات المكسيك فات الامريكان فات كلشي ضربه كاع الماتشات قال خسرات شي ماتش واحد واقيلا ولا ما شنو ولكن كندا عندهم فرقه مزيانه وباغي نطيح مع كندا انا باش نضربوهم باغي نطيح مع كندا باش نضربوهم. مي كندا كتبان ليا اختيار صعب حتى هو الا طحت معنا كندا فهاد الشيء اللي باقي هنايا جو بونس غادي يكون غتكون القضيه صعيبه. والثاني فرقه اللي كتبان ليا صعيبه هي الاكوادور. الاكوادور غادي يكونوا صعاب حتى هما الاكوادور سالوا الثالثين على ما اظن في الجروب ديال الكاليفيكاسيون ديال لاميريك دو سود اي داروا ماتشات واعرين سالوا ب 26 نقطه نورمالمون 2 بوان على الاوروغواي كانوا ياخذوا سالوا الثروازيام بيان سور كاين البرازيل والارجنتين دوك القدام هذوك كيربحوا كلشي اون جينيرال ما كيبقى من 3 4 كاين الاوروغواي والاكواتور. والاكواتور سالت 4 احسن من البيرو احسن من الكولومبي احسن من الشيلي احسن من باراغواي احسن من بوليفيا والفنزويلا احسن من هادشي كامل تكاليفيات عليهم. سو بالنسبه لي انا في هاد القبعه الرابعه عند كندا والاكواتور اسوء حاجه اللي تقطع فينا باش ترد المجموعه غنسميوها ماشي مجموعه الجحيم غتولي مجموعه الجحيم اي ما بين هاد جوج هادو الاكواتور وكندا جو بونس كندا صعب سو غادي نحبس هادي بالنسبه لي هادي اسوء جروب نقدر نطيحو فيه اسوء جروب برازيل الالمان ماروك كندا طيحوا في هاد الجروب هذا بلا ما نتفرجوا الا طحنا في هاد الجروب هذا بلا ما نتفرجوا انا كاتب لي هادي اسوء مجموعه ما غتكونش مجموعه الموت غتكون مجموعه الجحيم هادي الا طحنا فيها غنعاني ولكن لنا كامل الثقه في الدراري ديالنا غادي يديو كاس العالم. دابا راك الاسهل واحسن مجموعه نقدروا نطيحوا فيها زعما الا كان عندنا الزهر اللي كان عندنا في الكاليفيكاسيون ديك اللعيبه تاع كلشي غادي زوين من عند الله كنقولوا يا والقرعه وتا ما شاد الدراسه وتا ما كيقول مجموعه الموت وصادق انه هادشي راه ما غيطراش هادشي هاد اللعيبه ما عمرها ما طرات لنا حتى شي لعيبه ما عمرها ما طرات سو ما غنتسناوهاش ولكن غنتمناو غادي نتمناو ديك اللعيبه بصيص من الامل. الوغ غير بدينا بالقبعه الاولى كيبان ليا احسن اختيار ولا احسن حاجه تطيح عندنا في القرعه هذه بصراحه الجروب الاول ولا القبعه الاولى راه ما كاين حتى شي حاجه اللي ما كاين حتى شي فرقه سهله ولكن نقدر نصدمكم احسن اختيار في هذا الشيء نقدر نعزل البرتغال باسكو البرتغال اون فان جينيراسيون فهمتي كبروا اللعابه شحال ما تبدل الفرقه يعني اخر تويشي عندهم اون بليس عندنا واحد الانتقام اللي غنبغيو نردو الدراري اللي طاحوا مع البرتغال غادي تشوفوا واحد الماتش مغاير وغادي نقدروا نربحوا على ما اظن كتب لي البرتغال من احسن الاختيارات في كاع داك الهايلمان اللي كاين في القبعه الاولى. ثاني اختيار وتا هو نقدر نصدمكم باسكو ما يمكنش كلشي صعيب الانجليز كتب لي الانجليز حتى هي مزيان البرتغال الانجليز هادو هما جوج لعيبات اللي كيبان ليا انا نقدروا نصطو معاهم احسن من كاع داكشي اللي باقي فرنسا بلجيكا سبليون وقطر اللي منظمين البرتغال والانجليز كيبان ليو لي دو ميور شو احسن حاجه تقطع عندنا من هاد القبعه الاولى. ولا كنت غنعزل ما بين هاد جوج البرتغال والانجليز انا اخذ البرتغال باغي ننتقم من البرتغال غناخذ البرتغال انا كتب لي احسن اختيار في القبعه الاولى نجيو مع البرتغال يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ريفنج. القبعه الثانيه واحسن اختيار قد يجينا حتى القبعه الثانيه باقي ديك اللعيبه حتى هي باقا صعيبه حتى هما فرق صعاب غير هي شويه قل من هذه كتقد تعزم
قد تعزل كتب لي قد ديك الألمان الألمان ماشي بلاصة في القبعة التانية والله الألمان بعد اللي كنضرب لك كتب لي ماشي في بلاصة ديالها ما يناش في القبعة التانية عندي جوج الاختيارات اللي كيبانوا لي مزيانين مزيانين كتب لي أمريكان أمريكان حنت مهم شفت واخا سالاو تانيين هما نورمال في كلاس مون ديالهم داكشي مي أمريكان كتبقى أمريكان فهمتي رابحين كوستاريكا رابحين بنما رابحين شي فراقي رغم ان كندا في الاول قلت لكم راه جات هي الاولى وربحت ولكن كندا اول عام يوصلوا بحال هكا فهمتي هربانين على بنادم سو انا كتب لي أمريكان في القبعه الثانيه والمكسيك مكسيكو هاد الجوج هادو هما احسن اختيار قد يجينا بحال هكا كرواتيا خلي كرواتيا الدنمارك اوبلي الدنمارك مسمومين والاوروغواي تما مسمومين ما غيتفكوش معاك صرا كتبان ليا لا ما كيبان ليا ميريكان وميكسيكو ومل والمكسيك هما جوج فراقي اللي غادي يكونوا نقدو حنا دابا شي كان غنقدو راه ما كاين حتى شي غير غنقدو بطات شي تويشيه وما بين ميريكان والمكسيك بون سي سيغ كو ميريكان احسن من المكسيك العام ميريكان احسن من المكسيك غادي ناخذ المكسيك ناخذ المكسيك قبعه ثانيه ناخذ من المكسيك على حسب احسن قرعه تقدشينا سو خدينا البرتغال مورا المكسيك جو بونس شويه الجوج وكتبقى لنا القبعه الاخرى اللي غنختاروا منها احسن ماتش وكيبان لي دوك الماتشات اللي باقي ما تلعبوش ودوك الماتشات اللي باقي اسيا مع امريكا وتويشيات وداك الشيء هما اللي فيهم شويه ديال الضوء وتقدر تمشي لهم عندك وحده بعدا كوستاريكا ونوفيل زيلاند لا نوفيل زيلاند وكوستاريكا هاد جوج هادو الا جات لنا وحده من هاد الماتش هذا يا سلام كوستاريكا سالاو كاتريام نورمالمون في الكونكاكاف وغير علاش غيلعبوا هاد البراج هذا ياك كاتريام ولا سانكيام كاتريام هما اللي كيلعبوا البراج يا هما يا نوفيل زيلاند شي وحده من هاد جوج هادو فهاد الماتش ديالهم كيبان ليا زوين كيبان الاختيار ديالو زوين ماتشات الاخرين اوكرانيا واسكتلندا عاد غادي يلعبوا بلاد الغال وداك الشيء اوكرانيا بعدا غيبغيو يديروا معها مزيان هاد اوروبا وغيبغيو يديروا معها مزيان وغيبغيو يدوزوا هذاك النتفادة وعندك الاخر البيرو مع الامارات وعاد غيلعبوا مع استراليا حتى هما هادو ما ساهلين سو انا كتبان ليا نوفيل زيلاند مع كوستاريكا اختيار جيد حتى السعوديه كيقد يكون اختيار جيد رغم انها سالت الاولى ولكن راه في الاقصائيات ديال اسيا كي دايرين وهذا اون بلوس هي تاهلت في الاخر حنت ماتش جابون ولا ماتش استراليا خسرات الماتش تويشيه سو بلا ما يلعبوا الماتش كانوا تاهلوا سو السعوديه حتى قد تكون اختيار زوين ولكن صراحه نوفيل زيلاند كوستاريكا هذا هو احسن اختيار كيبان لي انا في هذه المجموعه هذه باش تكون اسهل 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 مجموعه سو الى رجعنا من الاول البرتغال مكسيك المغرب ونوفيل زيلاند ولا كوستاريكا هذا الجروب هذا اللي طحنا فيه غندوزو ان شاء الله للدور الثاني اذا طحتي في هذا الجروب هذا وما تنسيش حبسوا داكشي وردوا قلبوها بيسبول ولا شي لعيبه سو هذا ما بان ليا هاد هما جوج ديال المجموعات اللي كيبانوا ليا كتبان ليا وحده اسوء وحده اللي نقدروا نطيحوا فيها وحده كتبان ليا احسن وحده نقدروا نطيحوا فيها ورغم ذلك المجموعه راه عمرها ما كدير شي تغيير العزيمه الجو دو غروب بزاف ديال التويشات هما اللي كيلعبوا وهادشي علاش كنبغيو الكره حيت ماشي بالضروره تكون واعر كتربح كاين شحال من فرقه كتكون قل من فرقه اخرى كساسوا سوغ البابي كساسوا بزاف ديال الحوايج ولكن كيحنتوهم وسط الماتش وهادي الجماليه كما قلت ديال كرة القدم سو هكا نختموا هذا الفيديو ديال اليوم كنتمنى ما نكونش طولت عليكم كتبوا لنا شي كومونتير قول لنا اش بان لكم في داك فهادشي اللي بان ليا انايا واش قريب لداكشي اللي تخيلتو واش غادي نقرا لي كومونتير ديالكم باش نشوف واش قراب واش حنا المغاربه كنفكروا بنفس الطريقه ولا ما كنفكروش بنفس الطريقه تهلاو لنا فراسكم اي نتلاقاو مورا القرى اديوس